عصام عبد الله الكويتي خطاط من مواليد الأحساء منطقة الهفوف. عملت بعض اللوحات الجدارية في فن تكوين الحروف. أبدع في الخيال، أكتب أي شيء يكون في بالي، بيت شعر، رسمة، أعبيها بالحرفيات، في نهاية المطاف تطلع لي لوحة فنية جميلة. طبعاً الخط العربي في العهد الأموي بدأ في تزيين القصور وكتابة المخطوطات. ازدهر الخط العربي في العهد العباسي وظهر كبار الخطاطين. الخط السنبولي تم ابتكاره من الخطاط التركي عارف حكمة، وتم تطويره فأظهر اسم خط الوسام. فبدأت باستكشاف هذا الخط وانجذبت له لأنه خط حر لا يقيدك بقواعد. شاءت رغبتي في خط السنبولي في تكوينه في لوحات جدارية، دخوله في الديكورات، دخوله في اللوحات الفنية، وأيضا دخوله في الرسم والبورتريهات. أي مكان أذهب إليه لابد أن يكون معي القلم والورقة. أنا كل ما كبرت المساحة عندي كل ما يجيني إلهام أكثر في تعبية الفراغات وإنشاء شكل جديد تبحر في مخيلتك، تنشئ لوحة جميلة تبدع. كل من يجي يشوف لوحة الحرفيات ينعجب، ينبهر، شنو مكتوب؟